بعد ظهور أحد مطربي المهرجانات علي قدورة في لايف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو بيشير إلى حلوله ضيفا في برنامج مقالب رامز جلال لموسم رمضان 2021، ويحمل اسم رامز مريض نفسي على حسب قوله. وقال علي قدورة إنه بيطالب القائمين على برنامج رامز جلال اللي بيحمل عنوان رامز مريض نفسي بعدم إذاعة حلقته اللي تم تصويرها. واشتكى علي قدورة ان القائمين على البرنامج لم يحترموا اتفاقه معهم بعد تصويره البرنامج بشأن حذف بعض المشاهد اللي ظهر بها بشكل غير لائق، بالرغم من موافقته على عرض حلقته دون الحصول على اي مبلغ مادي. وصرح مصدر بإدارة قناة MBC بيصف كلام علي قدورة بالهزلي، ولا يوجد برنامج مقالب باسم رامز مريض نفسي، وذلك حسب مصدر بMBC اللي وصف كلام مطرب المهرجانات علي قدورة بأنه غير صحيح، وأن كلامه هزار ومجرد كلام هزلي ضاحك بهدف لفت الأنظار وركوب الترند، خصوصا أن برنامج رامز جلال بيتصدر اهتمام المشاهدين بجميع أنحاء الوطن العربي كل سنة. وأشار إلى أن جميع ضيوف برنامج رامز جلال اللي هيتعرض في موسم رمضان بيحصلوا على جميع حقوقهم المادية، بخلاف ما يكون هناك اتفاق مع ضيوف برنامج المقالب بعدم نشر أي كواليس أو تفاصيل تخص البرنامج بعد التصوير حتى يتم عرض الحلقات في رمضان، وإلى جانب الحصول على موافقة صريحة من الضيوف بشأن إذاعة الحلقات دون اعتراض. ومنذ فترة تداول بوستر دعائي غير رسمي عن برنامج مقالب رامز جلال في رمضان عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وكان عليه اسم رامز مريض نفسي. وحتى الآن بيتكتم القائمين على برنامج رامز جلال اللي هيعرض سنويا في شهر رمضان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج ومحتواه.